مرحبا وأهلا فيكم بتسجيل جديد من سلسلة شغب. شغب هو الشغف فكري، نطرح بعض الأمور بطريقة غير مألوفة، غير اللي يعرفوها العالم، يعني عبر العقود الماضية ممكن يكون في اختلاف مع الطرح أو المعرفة العامة أو ما نعرف عنها بشكل عام. الهدف أنه نعمل جدل حولها ونحاول نرجع ننقب ونبحث في أصل هذه الأمور. نحن لازم نبحث في تاريخنا المعاصر، لأن هذا رح يساعدنا على اكتساب خبرات، على اكتساب يعني عبرة من التجارب السابقة، وربما نستطيع أن نفهم لماذا وصلنا إلى هنا وكيف نخرج من المصيبة التي نعيش بها. هلأ عموما نحن حكينا على موضوع الانقلابات العسكرية في سوريا، وحكينا أنه هي ربما تكون أصل البلاء في هذا البلد، وقلنا أنه أول انقلاب عسكري صار في سوريا هو كان على يد حسني الزعيم في العام 1949، بعدين توالت الانقلابات في سوريا وفي غيرها من البلدان العربية بين قوسين منذ ذاك التاريخ. ولكن إذا بحثنا أكثر في التاريخ، يعني في يعني تاريخ شعوب المنطقة أو بلاد الشام، خلينا نقول راح نشوف أنه الانقلاب العسكري الأول ما كان انقلاب حسني الزعيم، كان في قبله انقلاب تقريبا بأربعين سنة. كيف هيك؟ خلينا نرجع نحكي القصة هيك باختصار. طبعا نحن كنا جزء قبل العام 1918، كنا جزء من الدولة العثمانية. هلا في ناس بيعتبروها احتلال، في ناس ما بيعتبروها احتلال، في ناس بيحبوها للدولة العثمانية، في ناس بيكرهوها إلى آخر، في ناس بينعتوها بالتخلف، في ناس بيكونوا أكثر موضوعية إلى آخره. ولكن بالنهاية كون محتلة أو غير محتلة لا يعني بأن نهمل تاريخنا في هذه المرحلة. يعني مثلا الدولة الفرنسية كانت محتلة لسوريا، ونحن حقيقة مفنت كل شيء فيها، مين كان رؤساء ومين كان رؤساء الوزراء والبرلمانات اللي تشكلت والمندوبين الساميين، وكل هذا التاريخ عبر يعني تواجد فرنسا من عام 1920 لعام 1947 معروف بالحرف وبالميلي. يعني لذلك من المفيد أيضا أن نضم إلى ذاكرتنا وإلى تجاربنا فترة الحكم العثماني في سوريا لكي نفهم الأمور على أصولها ونفهم أكثر لماذا، كيف تطورت الأمور وكيف وصلت إلى ما نحن عليه. الدولة العثمانية كانت هي عبارة عن سلطنة مملكة، الملك أو السلطان هو الحاكم المطلق. إلى العام 1876 استلم عبد الحميد الثاني، وفي عهده وضع الدستور الأول في تاريخ السلطنة، وبناء عليه تم تأسيس مجلس العمومي اللي بيضم البرلمان، باللغة العثمانية كان يسمى مجلس المبعوثين، ومجلس الأعيان اللي هو مجلس الشيوخ يعني اللغة الدارجة الحالية. ما طول العمل بهالمجلسين كتير، تم تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان بعد أقل من سنتين من تشكيلهم في العام 1878. استمر حكم عبد الحميد الثاني حوالي 30 سنة لحتى ظهرت بعض التنظيمات والأحزاب، ومنهم حركة تركيا الفتاة يلي صارت بعدين هي حزب الاتحاد والترقي، يلي عمل نوع من التحرك أو التمرد ضد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، واللي من خلال هذا التمرد وافق السلطان عام 1908 إعادة العمل بالدستور يلي بسموه هو المشروطية. ليش مشروطية؟ لأن كان يحد من صلاحيات السلطان ويشترط عليه أن يشارك هيئات أخرى في الحكم. فإذا أعيد تفعيل العمل بالدستور وتسمى هذه المرحلة بالمشروطية الثانية عام 1908، وتشكل على أساسها مجلس المبعوثين ومجلس الأعيان. نحن اليوم رح نحكي عن مجلس المبعوثين اللي هو يمثل البرلمان، وينص على أنه لكل 50,000 نسمة من سكان السلطنة يحق لها نائب واحد ممثل في البرلمان، يلي كان عدد الإجمالي على ما أذكر 281 نائب. بمنطقتنا خلينا نقول بلاد الشام يلي اليوم هي تمثل سوريا وبيروت وفلسطين، كان في 28 نائب، وعموما كنواب عرب إذا بنضم العراق والحجاز وشمال أفريقيا كان في 62 نائب عربي من أصل 281. هل فعلا كان في حقيقة انتخابات نزيهة أوصلت نوابنا إلى البرلمان العثماني؟ فينا نقول بين عام 1908 وعام 1912 كان حقيقة في نوع
من الديمقراطية. كانت الانتخابات تقضي بأنه كل منطقة من المناطق، كل مجموعة 50,000 شخص بينتخبوا ممثلين، والممثلين بيختاروا النائب العضو في البرلمان عن طريق الاقتراع. وهكذا مثل ما قلنا وصلوا 28 نائب من منطقتنا إلى البرلمان العثماني وصولا إلى عام 1912. طبعا خلال هالفترة في ناس استقالوا لأنه تعينوا بمناصب دولة، كان ممنوع تجمع بمنصب عام في السلطة التنفيذية وتكون في ذات الوقت في السلطة التشريعية، وفي منهم توفوا. لذلك صار في انتخابات فرعية وارتفع عدد المشاركين في البرلمان عن منطقتنا إلى 32 نائب في البرلمان العثماني. هلا طيب شو اللي صار بعد 1912 1913؟ طبعا كان في حزب يلي هو فينا نعتبره الحزب الحاكم يلي هو حزب الاتحاد والترقي، وكان في احزاب معارضه على راسها حزب الحريه والائتلاف او الحزب العثماني الليبرالي، يعني هذا كان هو الحزب المعارض. وصار في اضطرابات بين الحزبين ومحاوله للسيطره على البرلمان من خلال الانتخابات التالية بعد 1912. انتهت هاي القصة بنوع من الانقلاب العسكري على الحكم المدني في السلطنة بهذاك الوقت عام 1913، تحديدا بكانون الثاني يلي مكن الضباط الثلاثة المعروفين يلي هن أنور وطلعت وجمال باشا يلي هو معروف عنا بالسفاح وكان هو قائد الجيش في الحرب العالمية الأولى في منطقتنا، سيطروا على الحكم بشكل مطلق وتحولت إلى ديكتاتورية جماعية من خلال هالضباط الثلاثة. فإذا فينا نعتبر أنه هذا الحدث يلي هو انقلاب عام 1913 من قبل هدول العسكر الضباط الثلاثة على الحكم المدني التمثيلي البرلماني في الدولة العثمانية، هو أول انقلاب شهدته المنطقة، لأن احنا كان لنا نواب في هذا البرلمان وكنا مشاركين في مثل باقي المناطق الدولة العثمانية اللي كانت ممتدة على ثلاث قارات. وتم إنهاء هذه التجربة الوليدة، يعني نحن إذا بنسأل إنه ليش الدولة العثمانية كان فيها برلمان، يعني بالكاد صار فيها برلمان لمدة 4 سنوات في نهاية الدولة العثمانية يلي بعد ما صارت الثورة عام 1913 وسيطروا العسكر طبعا وبفعل كثير من العوامل. يعني الدولة العثمانية ما كانت مزدهرة دائما، هي بلشت يعني في الركود منذ القرن 16 و17 وبلشت بالانهيار يعني من عام 1830 1840، ونحن جايين بلشت بالتفكك والانهيار. وأجهز عليها ما حدث في النهاية اللي هو انقلاب العسكر وسيطرة على الحكم ويعني وأد التجربة الديمقراطية في ماذا، ومن ثم طبعا الحدث الكبير اللي صار يلي هو الحرب العالمية الأولى يلي تسبب ب يعني تفكك الدولة العثمانية وتشكل الدول يلي بنعرفها في منطقتنا. هلا بالنهاية راح يعني استعرض معكم صور موجودة من خلال بعض المصادر راح اذكرها في اثناء عرضها، صور النواب العرب عن منطقة بلاد الشام اللي كانوا في البرلمان العثماني بين فترة 1908 1912، وبعض الصور عن البرلمان العثماني بشكل عام. رح وفر هالملف للسادة المتابعين على قناة سيريا نيوز على التليجرام، رح حط لكم رابط ملف فيكم تحملوا كل الدراسة الحقيقة لحول هذا الموضوع مرفقة بالصور اللي بدكم تشوفوها على الشاشة. وللسادة الأعضاء رح اترك لهم المجال يحصلوا على الصور اللي انعرضت أثناء حديثي للبرلمان العثماني والنواب العرب الموجودين فيه على قناة اليوتيوب، راح انشر لهم إياها بشكل حصري يعني نوع من الشكر والتقدير لانتسابهم للقناة ودعمهم المادي إلى، وطبعا الشكر لجميع المتابعين للمتابعة للاشتراك في القناة. دائما المحتوى على هذه القناة مجاني ويصل إلى الجميع، ونرجو أن نكون عند حسن ظن كل المتابعين. شكرا لكم وإلى اللقاء في تسجيل قادم.